السلام عليكم، معكم لمى الغامدي، طالبة سي اس أو علوم حاسب في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عضوة في نادي جوجل للطلبة المطورين، وفي نادي كلية الحاسب وتقنية المعلومات، وفي نادي البرمجة. طبعا يشرفني حضوركم معي اليوم، وأتمنى أنكم تستفيدون منها بقدر المستطاع. بتكون المعلومات شوي كبيرة أو شوي كثيرة، لكن حنقسمها على يومين، اليوم وبكرة في نفس الوقت وعلى نفس الرابط. طيب، في هذه الورشة في البداية بنتكلم عن the three concepts of data، واللي هي ثلاثة أشياء أساسية، اللي هي أول حاجة بتكلم لكم عن ليش إحنا نبغى نعرف هذه ال three concepts وإيش فائدتها، وليش مهم علينا إن إحنا نعرف الفروقات فيما بينها. اللي هي أول واحدة اللي هي البيج داتا والداتا أناليسس والداتا ساينس. طيب، ليش بنتكلم عن هذه الثلاثة بالذات؟ لأنه مع التطور في علم البيانات ومع توسعها ومع الأبحاث اللي كثير خرجت عليها ومع اعتمادنا الكبير عليها في الوقت الحالي، ظهرت كثير من الداتا كونسبتس، وصار في ناس ما تعرف تفرق بينها أو بين الفروقات أو إيش كل واحدة منهم تسوي. هي ممكن نقول كعبارة عن بناية، وكل بناية وكل شقة فيها عبارة عن كونسبت معين، هي في النهاية كلها مترابطة مع بعضها البعض. طيب، الشيء الثاني إنه فيه اللي هو مقولة مرة مهمة للمدير التنفيذي السابق لجوجل، اللي هو إريك قال إنه from the civilization of dawn خلاص we generated 5 exabytes، اللي هو 5 مليون و إلى 2003. طيب دقيقة. تمام الحين؟ يقطع عندكم الصوت ولا؟ تمام، شكله واضح. في كنت أقول إن المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل تكلم وقال باقي قطع. تمام، أوكي، الحين تمام. طيب، ففي مقولة كنت أقول إن كان في مقولة للمدير التنفيذي السابق لشركة جوجل، يقول إنه from the civilization of dawn تمام إلين 2003 تم إنتاج حوالي 5 exabytes of data، يعني من بداية تكون البشرية، من بداية ما تكونت عندنا مفهوم الداتا والبيك داتا والبيانات وصرنا نجمعها، بس عبارة عن 5 exabytes اللي هي 5 مليار من البيانات إلين 2003. يقول إنه في الوقت الحالي، هذا طبعاً في 2011، يعني كمية البيانات اللي قاعدين تجي حالياً، هم ينتجون نفس كمية البيانات اللي كانوا ينتجونها من بداية from the civilization of dawn إلين 2003. فلكم أن تتخيلوا إنه هذا الكلام في 2011، فما بالكم في وقتنا الحالي وكمية البيانات اللي احنا قاعدين ننتجها. تمام، ففي علم تصنيف البيانات اللي هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة لنا، وأدى إلى مجموعة متنوعة من التقنيات، ومنها اللي هي البيج داتا والداتا لمعالجة البيانات وتحويلها وتحليلها وتخزينها، هي تتمحور خلال هذه المفاهيم.
طيب بنبدأ في أول موضوع اللي هو عبارة عن البيج داتا. طيب البيج داتا بالتعريف يعني تعريفها إيش هو؟ which is an extremely large set of data that may be analyzed computationally to reveal patterns, trends, associations, especially related to human behavior and interaction. هذا التعريف العلمي للبيج داتا. تمام. فالهدف منها هو تجميع، مو الهدف منها ان احنا نجمعها، يعني كمية البيانات بحد ذاتها وكميتها وحجمها ما تفرق معانا، لكن اللي يفرق معانا هي اننا نكشف عن اتجاهات وانماط وتفاعلات المستخدمين مع بعضهم البعض. مثلا علشان اضرب لكم مثل بسيط، افترضوا انه مثلا انا رحت بحثت الان في الوقت الحالي في مثلا انستغرام، ورحت بحثت عن نظارات، ابغى اشتري لي نظاره مثلا. في المره الجايه لما اجي افتح انستغرام تبدا تظهر لي اعلانات عن النظارات والعروض حقتها والمحلات. هذا الشيء ما هو صدفه، هذا الشيء باستخدام البيج داتا. فالهدف ما هو ان احنا نجمعها، وانما الهدف هو انه بعد تجميعها نحللها ونكشف عن أنماطها وتفاعلاتها بين الناس. طيب مثلاً خلونا نسوي سيناريو بسيط. نقول إن مثلاً صحيت اليوم صباح ورحت فتحت جوالي، فتحت إنستغرام، قلبت لي شوي، بعدين رحت فتحت للجهاز، سلمت مشروع، بعدين رحت مثلاً مشوار بالسيارة، فتحت جوجل مابس، وصلت، دفعت جوجل أبل باي. هل تتوقعون أنتم من وجهة نظركم أن البيانات اللي أنا أنتجتها إلى وقتي إلى هذا الوقت تعتبر كثيرة ولا قليلة؟ طيب كثيرة، أكيد كثيرة. البيانات لما تجي تفكرين فيها، في البياناتك أنت تقولين كثيرة، لكن هي في الحقيقة يعني، أو أنك ممكن تقولين أنها قليلة، لكن هي تعتبر قليلة نسبيا بالنسبة للبيانات اللي ينتج الحي. كم واحد معك في الحي ينتج بيانات؟ ويختلف استخدام الأجهزة من شخص للثاني. مقارنة بباقي البيانات، فأنت كم واحد معك في الجامعة، كم واحد معك في الحي، كم واحد معك يشتري من نفس الكوفي؟ فهذه كلها بيانات تكشف عن أنماط، تكشف عن مثلا أنماط في الحي، ممكن تقولين تكشف عن ميول الناس اللي موجودين مثلا في الجامعة، لكنهم غالبا إما أنهم يبحثون عن دورات، لقينهم غالباً يبحثون عن كافيهات عشان يشربوا لهم قهوة ولا شيء وقت الفراغ. فهذه البيانات جداً هائلة. فمثلاً هنا يقول أنه These data sets are so voluminous that traditional data processing softwares can't manage them. يعني هي من كميتها الهائلة الـ traditional data processing softwares cannot manage them. يعني ما تقدر أصلاً تحللها، ما تقدر تفهمها، ما تقدر تتعامل معها بالشكل المطلوب. طيب ننتقل للشيء الثاني، الداتا اللي هي من البيانات، مجموع البيانات scale of data، وهي عبارة عن إيش؟ طيب دقيقة بس أشوف مشكلة الصوت.
تسمعوني الحين أفضل؟ أيوه، فكنا نتكلم عن الفور بيز اوف بيج داتا، اللي هي أول وحدة تكلمنا عنها اللي هي الفوليوم أو سكيل اوف داتا، وهي عبارة عن مقياس البيانات. هذه تشير إلى إيش؟ تشير باختصار إلى حجم البيانات، حجم من مجموعات البيانات اللي أنا أقدر أحللها وأعالجها. غالباً إنها تكون كبيرة جداً، من التيرابايت والبيتابايت، ممكن تكون إكسابايت اللي هي مليارات الكمية من الداتا. تمام؟ الكمية الهائلة هذه من البيانات تتطلب تقنيات معالجة متميزة ومختلفة عن غيرها، فيها قدرات تخزين ومعالجة عالية، ما تكون مثل التقليدية، يعني ما تقدرين أبدا تعالجينها في لابتوب بسيط زي اللي أنت عندك فيه. أو مثلا حتى لو مثلا ممكن سطح مكتب ما تقدرين تعالجينها فيه، لازم تكون أجهزة مختصة في تخزين ومعالجة البيانات من كميتها الهائلة. ففي هنا إحصائية تقول إنه the total amount of data is reaching 46 zettabytes in 2020، يعني 64، حوالي 63 مليار من الداتا في 2020. هذه طبعا إحصائية قديمة، يتوقعون إنه خلال 2020، لكن لحد الحين ما شفت إحصائية توضح كم كمية البيانات اللي موجودة في 2020 أنتجت. يعني الشيء الثاني هو الـ velocity، تشير هذا الشيء إلى speed of data created، يعني سرعة البيانات المنتجة. يعني ممكن مثلا تكون كمية البيانات هائلة عندي، لكن الفترة اللي أنا أنتجتها فيها قليلة، لكن كبيرة أقصد يعني، لكن الحين صارت ما يمديك تروحين من ثانية لثانية. لو خلاص أنت أنتجت مجموعة من البيانات وكمية هائلة من البيانات يحتاج لها معالجة، ف بوتيرة معينة تتطلب تقنيات معالجة متميزة. من أمثلة على البيانات اللي ننتجها بسرعة عالية زي اللي هي ممكن رسائل الواتس أو الرسائل النصية، ممكن اللي هي تويتر ومنشورات فيسبوك، هذه أكثر شيء مشهور بأنها تنتج بشكل هائل. يقول لك إنه في 2020 estimates that each person will create as much as 174 gigabytes per day. لليوم الواحد تنتجين هذه الكمية من البيانات، وممكن يزيد ترى استخدامنا للأجهزة وللإنترنت والبرامج، وعلى حسب زيادة استخدامنا لها ممكن طبعا تزيد إنتاج البيانات الضخمة في هذه الحالة. الشيء الثالث اللي هي الفيرسيتي، الفيرسيتي اللي هي عبارة عن الانسرتينسي اوف داتا، اللي هي مصداقية الداتا اللي انا قاعدة تنتج، والبيانات اللي انا ابغى احللها. فممكن أنا تجيني كمية كبيرة من البيانات الضخمة، كبيرة جدا، وأنا أبغى أحللها، أجي مثلا ألاقي 40% منها ما لها معنى، ما هي مهمة بالنسبة لي. مثلا لما أجي أنا تجيني بيانات إنه رسالة نصية لشخص معين، هذه البيانات ما تهمني. أنا يهمني مثلا إيش الشيء اللي بحث عنه مثلا عشان أقدر أستفيد منها في الأدفرتايزنج، كم عملية تم عملها في مثلا في التسوق أو في دفع، علشان إنه معناته هذا الشخص يحتاج إلى إعلانات في البيع والشراء. ممكن أعرف إذا كان الشخص مهتم بشيء معين يصير أنا أحفز الأدفرتايزنج عندي. البيانات هذه اللي ما لها معنى أو ما لها قيمة تعرف بالضوضاء اللي هي النويز. تمام؟ من الأمثلة على البيانات اللي دقتها عالية جدا اللي هي إما الاختبارات اللي هي الترايلز والميديكال اكسبيرمنتس، هذه تعتبر بيانات عالية الدقة، ومهم إني أنا
أحللها، ولمن أحللها أجد أن أغلبها بيانات مهمة لي مرة مفيدة أني أنا أستخدمها، نادر ما ألاقي فيها كمية بيانات غير مهمة. آخر شيء اللي هي الفرايتي، اللي هي الدايفرسيتي اوف داتا، وهذا الشيء هو اللي يخلي أصلاً البيج داتا كبيرة لهذه الدرجة. فتكون عندي أنا بيانات من أنواع مختلفة، وتتطلب هذه الأنواع تكنيك مختلف في تحليل البيانات. أكثر هذه الأنواع أو اللي تنقسم إلى 3 أقسام، اللي هي الـ Structured والـ Semi Structured والـ Unstructured Data. هذه الثلاثة بنتعرف عليها بعد شوي، وكل واحد منها تتطلب تكنيك مختلف ولمعالجة هذه البيانات. في بيانات تكون عالية التنوع، من ضمنها اللي هي CCTV، لأنه مرات ممكن تكون تلاقينها تنعرض لك بس صورة، مرات صورة بألوان، مرات تلاقينها صورة مع صوت. هي من تعتبر من البيانات عالية التنوع، اللي هي الفرايتي فيها جدا عالية. بسبب هذه الـ4 خصائص، أقدر لو جتني معلومة أو جتني كمية بيانات وتتوفر فيها الـ4 خصائص هذه، اللي هي الفوليوم والفيلوسيتي والفيرسيتي والفرايتي، أقدر أسميها بيج داتا. طبعا اختلفوا الناس، في ناس يقولون بس 3 خصائص، 4 خصائص، لكن الأكثر اتفقوا على أنها 4 خصائص. الموضوع الثاني اللي هو أنواع البيج داتا أو types of big data، وتجي هي على 3 أسماء و3 مسميات وعلى 3 أنواع. إيه هو، أنا أقول لك إن في ناس في مصادر قالوا إنها بس 3، في مصادر شفتها حتى يقولون 5، لكن الغالب وفي غالب المصادر اللي أنا قرأتها قالوا إنها بس عبارة عن 4، وغالبا ما يتركون واحدة منها، يعني ما تكون بهذيك الأهمية. طب نرجع لموضوعنا اللي هو الـ Types of Big Data، اللي هي 3 أنواع أو 3 أشكال. أول واحدة فيهم الـ Structured Data، وهذه البيانات من أسهل أنواع البيانات أني أنا أقدر أتعامل معها. Because ليش هي تعتبر من أسهل البيانات التعامل معها؟ أنه it is highly organized with dimensions defined by a set of parameters. تمام؟ اللي هي بيانات أقدر أعالجها وأخزنها وأسترجعها بتنسيق ثابت. تعتبر بيانات عالية التنظيم، أقدر أوصل لها بسهولة وأقدر أخزنها بسهولة، وعن طريق خوارزميات معينة ومحركات بحث تعتبر بسيطة. مثلا لنفترض أني أنا قاعدة أعالج جدول الموظفين في شركة في قاعدة البيانات، تتكون من هذا الجدول تفاصيل الموظف، اللي هي مناصبهم الموظفية، رواتبهم وغيرها. فهذه البيانات تكون موجودة بطريقة منظمة، غالبا تكون موجودة على طريقة جدول زي جداول إكسل أو غيرها. هذه البيانات يكون سهل أني أنا لما أشوفها أعرف إيش هي، أعرف أنا على مع إيش قاعدة أتعامل، حتى لو ما كان لها اسم أقدر أتعامل معها أشوف إيش هي. أي شخص في الحياة يشوفها يعرفها يفهمها. من هذه البيانات مثلا حقت الموظف اللي في جدول الموظف، أقدر أستنتج منها استنتاجات ثانية زي إيش؟ أعرف مين هو الموظف، إيش هو معدل الأجور في مثلا سيكتور أو مكان معين، أقدر أعرف ساعات العمل كيف سلمه، ممكن هل يحتاج إلى تعويض أو ما يحتاج إلى تعويض عن ساعات عمل. فلما أنا أشوف البيانات هذه أقدر أعالجها على طول، ما يحتاج إني أنا أستخرج المفيد منها، لأنها هي بحد ذاتها مقسمة ومفيدة مجرد ما توصل. النوع الثاني
اللي هو semi structured data. It does not either relational database, يعني مش اللي هي مستقرة, but it has some organizational properties. ما تتصنع من قاعدة بيانات معينة. خرج إنه إيش آخر شيء سمعته عشان أرجع من عنده؟ إذا تعلموني إيش آخر شيء وصلت سمعتوه مني علشان أرجع أعيد من عنده يكون أفضل, لأن أنا ما أدري الصراحة متى قطع. نمبر 1 تمام. كنت أتكلم أقول إن الداتا لها ثلاثة أنواع وتجي بثلاثة أشكال, اللي هي أول واحدة منها حتكون الستركتشرد داتا, وهي أسهل أنواع الداتا اللي أنا أقدر أشتغل عليها. ليش؟ لأنها highly organized with dimensions defined by a set of parameters. فالداتا هذه اللي أنا تجيني أقدر أخزنها وأعالجها وأسترجعها بتنسيق ثابت, وأقدر أعالجها وأخزنها بمجرد ما توصلني, لأنها حتكون مرتبة وتكون منظمة بشكل عالي عن طريق إيش, خوارزميات معينة مثلا أقدر أستخدمها, وأقدر كمان أستخدم محركات البحث البسيط. خلونا ناخذ مثال اللي هي جدول موظفين في قاعدة بيانات لإحدى الشركات مثلا, وأنا علي أني أنا أنظم هذا الجدول. الجدول هذا إيش بيكون فيه؟ بيكون فيه تفاصيل الموظف, اسمه, عمره, اسم الأب, ومنها اللي هي مناصب العمل, كم يأخذ راتب, كم الساعات اللي اشتغل فيها. فالبيانات اللي أنا توصلني واضح إيش هي, أقدر أعرفها بمجرد ما أنا أطلع عليها. من هذه البيانات أقدر أستخرج معلومات جديدة, زي أقدر أشوف مثلا المرتبات حقتهم, معدل الأجور بالنسبة لكمية من الموظفين, ساعات العمل اللي يشتغل سكت معين, هل هذا الشخص يحتاج. فباختصار انه اني انا البرنامج اللي انا بستخدم فيه لمعالجة هذه البيانات ما بيحتاج انه يبحث في البيانات علشان يعرف ايش المهم فيها, لان احنا قلنا انه في ممكن يكون عندك مجموعة من البيانات ممكن يكون في 30% منها غير مفيد, ليس له صلة بما انت يعني قاعدة تشتغلين فيه. لكن هذه الستركتشر داتا أقدر أعرفها على طول, وأقدر أبدأ في معالجتها وجمعها من دون ما أني أنا أعالجها. طيب النوع الثاني اللي هي السيمي ستركتشر داتا, وتشير إلى أنه على الرغم من أنها مش داخل قاعدة بيانات معينة, ما أقدر أصنفها كجدول داخل قاعدة بيانات معينة, لأنها تحتوي على يعني مجموعة من الorganization properties اللي تضيف لها نوع من أنواع التصنيف عن غيرها, اللي هي عشان أقرأ لكم التعريف, اللي هو information that does not resides in a relational database, قاعدة بيانات معينة, but does have some organizational properties. ممكن تكون أمثلة عليها زي اللي هي الوقت, الموقع, ختم الجهاز اللي هو الاي بي, عنوان البريد الإلكتروني, هو أكثرهم شهرة من بين السيمي ستركتشر داتا. ممكن أني تكون هذه الأشياء علامة دلالية على بيانات موجودة في البيانات اللي عندي, أقدر أفهم هذه الموجودة. لذا نفترض أن أنا منها حتى
الحين أفضل، معلش أعتذر على التقطيع، يعني بالعادة ما يقطع معاي زي كذا، ما أدري إيش فيه اليوم. تمام. فقلت كنت أقول إنه خلينا ناخذ مثال على الـ semi structured data. فخلينا ناخذ مثال إنه أخذت لي أنا صورة، وبعدين الصورة هذه بمجرد ما إني أنا ألتقطها على طول بتنحفظ بشكل غير مرئي يعني لي أنا كمستخدم للجهاز، اللي هي موقع الصورة، موقع اللي أنا التقطت فيها اللي هو الجي بي إس، والوقت اللي أنا التقطت فيه الصورة، معرف الجهاز حقي اللي هو الآي بي. عشان كذا أذكر قبل في المراحل المتقدمة من إنستغرام كانوا يقولون إنه انتبهوا من إنستغرام، ترى الصورة أي أحد يحملها يقدر يعرف موقعك، يقدر يعرف أنت فين كنت، فين رحت. بعدين مع التحديثات الجديدة صارت هذه المعلومات encrypted، يعني مشفرة، بحيث إن مو أي شخص يقدر يعرفها. فأي نوع من هذه الخدمات تستخدم، ممكن مثلا الاي كلاود، او مثلا ان ارفاق معلومات الى حساب الملف. مثلا خلينا ناخذ مثال ثاني اللي هو اني انا ارسلت ايميل. مع الايميل هذا بترسل بيانات ثانيه اللي هي وقت ارسال البريد، لمين ارسلته، ايش هو عنوان الاي بي حقي انا اللي انا ارسلت الايميل هذا، معلومات اخرى ممكن تكون كمان مرتبطه، تنسيق الإيميل إذا أنا كنت منسقه، كلها تنرسل هذه مع الإيميل. فهذه معلومات تشوفينها مثلا لو ممكن توصلك، ما تعرفين هي عبارة عن إيش، لكن تعرفين إنها هذا ممكن يكون عبارة عن تنسيق، تعرفين ممكن تعرفين إن هذا يكون له ارتباط بالإيميل، هذا ارتباط بالصورة. تمام. ننتقل للنوع الثالث اللي هو الـ unstructured data, which is information that is not arranged according to a preset data model or schema. هذه البيانات تمثل أغلب الـ big data، عبارة عن unstructured data، ما أعرف إيش هي توصلني لو أنا كمستخدم عادي طبيعي، ما أقدر أعرف إيش هي وإيش تبغى وعبارة عن إيش، حتى ما أقدر مثلا حتى لو بغيت أحلل ما راح أعرف إيش هي. ما لها شكل معين ولا لها هيكل محدد أبدا. هذه تخلي معالجتها وتحليلها وتخزينها صعب جدا، لأنه مش من أول لحظة أقدر أعرف إيش المفيد منها وإيش اللي مو مفيد وإيش اللي أنا أحتاجه منها، فلازم أعالجها في البداية، وممكن هذا الشيء ياخذ مني وقت طويل. منها أمثلة عليها اللي هي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن يكون المحادثات، صور الأقمار الصناعية، الكثير من هي تطبيقات إنترنت الأشياء، العروض التقديمية، كلها عبارة عن unstructured data. فبالمختصر في ثلاثة أنواع من البيج داتا: structured, semi-structured و unstructured. الstructured تشوفينه يكون معروف عليك إيش هي، تكون ضمن قاعدة بيانات معينة، جدول سهل عليك انك تعالجينها وتخزنينها. بالنسبه للسيمي ستراكتشر يكون لها، ممكن تقولين لها هيكل شويه من التنظيم، لكن برضه تعتبر يعني ما لها قاعده بيانات او ما لها جدول معين. الان ستراكتشر تمثل غالبيه البيج داتا، وما اقدر وتاخذ وقت طويل في المعالجه، ما اقدر اعرف ايش هي من اول نظره، لازم اعالجها في البدايه، ممكن تأخذ معايا وقت كبير في التخزين. وهذه هي الثلاثة أنواع. طيب في فعالية بسيطة الحين، هذه ثلاثة صور تمثل اللي هي structured و unstructured و semi-structured. فأنا الحين أبغاكم تقولوا لي أول صورة إيش تمثل، أي واحد من أنواع البيانات. الصورة الأولى اللي هي هذه، مش الأولى من اليمين. إيه صح عليكم، اللي هي تمثل الـ structured data. زي ما أنتم شايفين صح أن الأرقام هذه ما نعرف معناها، لكن هو يقصد بما معناه أنها مقسمة، كل واحدة
إلى قسم، وكل قسم يكون مرتبط مع بعضه في شغلة معينة، بحيث إني أنا لما أشوفها أقدر آخذ الجزء الأول وأحلله وأعدل عليه وأخزنه، بعدين أنتقل للجزء الثاني وهكذا. كل واحدة منهم اعتبروها كأنها في جدول. طيب الجزء الثاني إيش تتوقعونها؟ تمام، صح عليكم، هي تعتبر سيمي ستراكتشرد داتا. ليش؟ لأنه صح إنك في كثير من أنواع البيانات مثلا في هذا القسم، لو نشوف اللي هو ممكن يكون تكست، فيديو، ميوزك، إيميل، فوتوز، لكن في نفس الوقت كلها تندرج تحت قسم معين، كلها ممكن تقولي لها هيكل معين في التنظيم. الأخيرة أكيد يعني خلاص، دام إن هذه structured وهذه semi structured، حتكون إيش تتوقعون؟ صح عليكم، حتكون unstructured data، عبارة عن مجموعة بيانات ملخبطة في بعض، ما تعرفين من أولها من تاليها، صعب عليك انك انت تبدأين تفرقينها. يعني هذا يعتبروها حرفيا كأنكم، اذا اغلبكم بنات تعرفون لما يكون عندكم سلسال ما تعرفين تفرقين، ما تعرفين تطلعين سلسالة من الثانية من كثر ما هي ملخبطة مع بعضها، ما انت عارفة تفرقينها، تاخذ منك وقت طويل حتى لو بغيت انك تفكين الربط اللي بينهم. طيب البيج داتا، البيك داتا لها أبليكيشنز كثيرة، وهذه الأبليكيشنز والاستخدامات تكون سهلت علينا في كثير من النواحي. هي كثيرة جدا، لكن اليوم بس بأشرح أربعة منها. أول واحد منها اللي هي الهيلث كير، في الرعاية الصحية. تمام، البيانات الضخمة أو البيك داتا تستخدم لوصف كمية هائلة من البيانات والمعلومات اللي هي يتم إنشائها عن طريق اللي هو تجميع مثلا سجلات المرضى، وهذه السجلات ممكن تساعد إدارة المستشفى، وإنها لو ما إني أنا أدرتها باستخدام تقنيات رقمية وخوارزميات أو algorithms، بتكون هذه البيانات كبيرة ومعقدة جداً وما راح أقدر أتعامل معها. لو نذكر زمان كانت، حتى حاليا ممكن تلاقينها بس ما أتوقع أنهم يستخدمونها في المستشفيات اللي هي الكبيرة، تلاقين فيها الملفات وكل واحد وسجلات الدخول والخروج والمواعيد. هذه حيكون صعب علي أني أنا بعدين مثلا أبحث عن مريض مثلا دخل علي في 2010 وإيش البيانات وإيش المعلومات اللي كانت عنده، إيش الأمراض اللي عانى منها علشان أقدر أطلع له تشخيص في الوقت الحالي. لكن بسبب التطور الرقمي الجديد والبيانات وكمية المعلومات اللي أنا موجودة، صارت سهل علي أني أنا أقدر أتعامل مع المريض، مع ملفه، مع أني أنا أقدر كمان أستخرج تشخيص بشكل أسرع وأدق من الوقت السابق يعني. فالآن بالمختصر يعني الدكتور يبغى يفهم أكبر كمية من المعلومات عن المريض في وقت جدا قليل، ويبغى يكتشفها في وقت مبكر عن ومثلا يبغى يكتشفها إنه مثلا ممكن يكون عنده مرض في وقت مبكر علشان يقدر يعالجه، ولا أنها تتفاقم يعني عليه الحالة ولا يقدر أنه يعالج هذا المريض. فالبيانات الضخمة سهلت علينا هذا الموضوع، فصارت عندنا اللي هي البيانات تعرض لنا بشكل ديجيتال، صارت تعرض لنا مثلا أقسامها على طول، ممكن اللي هو الدكتور إذا كان يعني عارف فاهم شغله إنه يسوي سكيب لمعلومات غير مهمة ويبدأ على طول يطالع في المعلومات المهمة بسبب السكشنز اللي صارت تطلع له عن بيانات المريض، تطلع بأكثر سرعة. ما عاد في صار في حاجة اسمها روح جيبي ملفك ولا روح ودي ملفك من عيادة لعيادة، صارت المواضيع جدا سهلة.
في فزمان كان فيه اللي هي كميات البيانات الكبيرة هذه في الاستخدام الطبي تكون مكلفة وتاخذ وقت طويل، لكن زي ما قلت في التقنيات الحديثة ومع البيج داتا صار الموضوع جدا سهل، حتى صار يقدر اللي هو بسبب البيانات الضخمة اللي هو prediction of اللي هو future illness، يعني يقدر يعرف ممكن يكون عنده يتوقع توقع انه ممكن يكون هذا المريض عنده تتفاقم عنده مثلا مرض معين لانه عنده مثلا مرض السكر او الضغط او غيره. فهذا الشيء جدا مهم وجدا مفيد لكل من الطبيب والمريض. ممكن كمان اقدر أقيم أنا كمستخدم الأساليب العلاج بوقت أسرع، وكمان الدكتور يقدر يعالجه بشكل أسرع، إنه مثلا يشوف إن الدواء هذا ما نفع معاه خلاص ما عاد يكتب له مرة ثانية، ممكن تضيع معاه في المعلومات الورقية، لكن بسبب البيج داتا خلاص ما عاد يصرف له هذا الدواء، يصرف له واحد ثاني. ممكن أقدر أتابع المخزون في الصيدليات التابعة للمستشفيات وفي الصيدليات، وأقدر أشوف وأقدر كمان أخلي المريض جزء من اللي هي في تتبع حالتهم المرضية بشكل أكبر، وأقدر أمكن لهم كمان الأدوات المناسبة. مثلا خلينا نفترض أمثلة على التطبيقات اللي هي السجلات الصحية الإلكترونية. الحين صار الواحد يقدر يفتح ملفه من أي مكان كان فيه، يفتح ملفه ويشوف إيش هو، يشوف آخر بيانات آخر تحليل سواه في المستشفى، مين الدكاترة اللي قد دخل عليهم، إيش الأمراض اللي هي عنده، إيش الأدوية اللي مصروفة له. الشيء الثاني إنه ممكن إني أنا أستخدم البيانات الصحية للتخطيط الاستراتيجي. كيف يعني؟ مثلا خليني أفترض إن أنا عايشة في حي، والحي هذا بالنسبة لسكانه معروف عنده إنه هم مثلا أغلبهم كبار السن، وأغلبهم يكون عندهم ضغط وسكر وكوليسترول بشكل عالي، لكن ما في مثلا تقولين إلا مستشفى، والمستشفى هذا حيكون بعيد مثلا عن الحي. فالتخطيط الاستراتيجي يساعد إنه مثلا أقول أوكي بناء على النمو السكاني والمنطقة السكانية في هذه المنطقة أقدر أعرف احتياجاتهم وأوفرها لهم بشكل أسرع. ممكن هنا يكون أغلبهم أطفال يكون لازم يحتاجون مثلا عيادة، أغلبهم من كبار السن يحتاج له أنه يوفر لهم عيادة أو عيادتين. الحي هذا مثلا يكون كبير فأني أحتاج أوفر لهم أكثر من مستشفى في المنطقة اللي حولهم وغيرها. الشيء الأخير اللي هو تعزيز مشاركة المريض، زي ما قلنا أني أنا أخلي المريض بدل ما هو يحاسس أنه زي العبء، وأغلبهم أصلاً يجون يخرجون من العيادة ما يعرفون هم إيش عندهم، خلاص صارت الأشياء كلها موجودة على جوالاتهم بشكل سهل ومريح للعين أنهم يقرونه. شيء ثاني من الأبليكيشنز اللي هي الميديا أند إنترتينمنت، تمام، وأغلبها وكلها حولها تتمحور إلى أنه اللي هي السوشيال ميديا اللي هي السوشيال ميديا، الأشياء اللي تساعد على مثلا في هي لها أكثر من استخدام، لكن بس بذكر لكم حوالي ثلاثة أو أربعة. اللي هي أول واحدة اللي هي توقع ما يريده الجمهور، يعني أنا أقدر أعرف إيش هو من البيانات الضخمة أو البيج داتا اللي أنا جمعتها من وسائل الإعلام ومن غيرها، اللي أقدر أفهم محتوى وعروض الأفلام اللي الناس والموسيقى اللي الناس تبغاها، أقدر أعرضها في سجل، وممكن أعرف كمان عمليات البحث والمراجعات والتقييمات، ممكن أعرف كمان دفق النقر اللي هو ممكن غالبا ما يكون عندكم مثلا في موقع يكون عندكم إعلانات يمين ويسار، أشوف كم مرة نقر على هذا الإعلان، معناته هذا الإعلان له شعبية كبيرة ممكن تفيد البزنسز والمستخدم. الشيء الثاني اللي هي الانكريزينج اكوزيشن اند ريتينشن، اللي هي
وغالبا احنا ما نشترك في مثلا برامج بسبب شغلة معينة وبعدين نلغي اشتراكنا، فهنا هذا الشيء جدا سيء للبزنسز. هي تبغى اكبر كمية من العملاء وتبغى العملاء هذول يستمرون معاهم في لوقت اطول. فهنا ممكن اني انا اعرف ليش الغوا اشتراكهم، ايش اللي استخدموه لما دخلوا مثلا او سووا حساب ودخلوا عندنا. اقدر اعرف مثلا ممكن هذا الشيء يستفيد منه في شركات الاعلام او شركات الترفيه. اقدر اطور استراتيجيات تطويرية اقدر اجذب فيها العملاء، ممكن اخلي اشوف ايش هي الاشياء اللي اكثر استخداما اقدر اخلي لهم مثلا فري ترايل او لا. ممكن الشيء الثاني اللي هو استهداف الإعلان اللي هو اللي تطرقنا له في بداية الورشة، اللي هي بناء على البيانات اللي قاعدة توصلني وكمية البيانات الضخمة توصلني اهتمامات الناس، وغالبا هذه الأشياء ما تكون مثلا موجودة في جوجل إنستغرام. لما أنا أبحث عن شيء معين تبدأ تظهر لي إعلانات متناسبة مع الشيء اللي أنا بحثت عليه في الوقت الحالي. ممكن بعدها كمان بناء على هذه المجموعة من البحوث اللي أنا بحثت عنها تبدأ تظهر لي أشياء متناسبة مع ذوقي وإيش اللي أنا أحتاجه وإيش اللي أنا أبغاه كمستخدم. هذا الشيء يفيد كل من البزنسز والمستخدمين. المستخدمين ممكن تقولون انه ايش الشيء اللي يستفيدون منه، بالعكس ازعاج. بالعكس انت لما تبغين تفتحين انستغرام او تبغين تفتحين جوجل تبغين تفتحين هذا يجيك الشيء اللي انت مهتمة فيه، ما يجيك شيء انت ما تبغينه تنفرين منه ما يعجبك اصلا. غالبا ما تجيك الشيء اللي انت قد بحثتي عنه مهتمة فيه، سواء كانت عن دورات شيء معين تبغين تشترينه، عبارة عن مدارس، ايا كان. بالنسبة للبزنسز زيادة أرباحهم بشكل مختصر يعني، وإيش هي الخدمات اللي ممكن يوفرونها زيادة للمستخدمين. الشيء الرابع والأخير في نقطة الميديا والإنترتينمنت اللي هو إني improvement أو الـ evaluation، اللي هو كمان أقدر أقول عليها اللي هي تسهيل المحتوى، وإني أنا كمان أقدر أطور المنتجات اللي عندي. شركات الترفيه ووسائل الإعلام تقدر بناء على المعلومات اللي تجيهم منهم يعرفون إيش الأشياء اللي يحتاج لها تطوير، إيش الأشياء اللي أنا ممكن أضيفها. فمثلا كان في شركة اللي هي ويذر كومباني وعندها ويذر شانل تعرض فيها اللي هي أحوال الطقس، فكانوا بناء على أحوال الطقس اللي تطلع في الشاشة، مثلا خلينا نفترض أنه كان يوم ماطر، سووا خدمة سوق اسمها ويذر فيكس. هذه الخدمة يصير فيه لل هي لل للبزنسز زي المساحة الإعلانية تعرض فيها المنتجات المرتبطة بالطقس هذا. فمثلا لو كان الطقس غائم أو في احتمالية لنزول المطر يبدون يعرضون المظلات، يبدون يعرضون الملابس الحامية من المطر وغيرها. فهذه كانت خدمة جدا جميلة جدا مفيدة بسيطة، ممكن الواحد ما كان يفكر فيها إلا مع استخدام البيج داتا. رابع ابلكيشن اللي هو اللي هي الانترنت اوف ثينجز. انترنت الاشياء بالمختصر هو استخدام الانترنت في الاجهزه، منها السيارات، منها اللي هي ممكن اجهزه في محاصيل الزراعه وغيرها. فلها عده من الابلكيشنز، ممكن ان في اللي هي الزراعه، كيف طيب انا بقدر استخدم الانترنت الاشياء والبيانات الضخمه في الزراعه. فصار فيه عباره عن درونز تمشي او تحلق يعني فوق الحقول وفوق المزارع وتاخذ صور
وبناء على هذه الصور وتحليلها وبناء على اللي هي المعلومات السابقة اللي موجودة عندهم يقدرون يعرفون مثلا إيش هي الأمراض اللي عندهم، إيش هو النقص اللي تحتاجه من المزروعات، ممكن هل هي هذه الحقول فيها حشرات فيها شيء معين. الشيء الثاني مثلا في اللوجستيات والتخطيط، فبناء على مثلا خريطة مثلا البيانات اللي تجيهم مثلا من جوجل مابس، خلينا نفترض يقدرون يعرفون انه في هذا الشارع دائما دائما تكون فيه زحمة وفي وقت معين، فبناء على هذه المعلومات اللي جاتهم وعلى وحللوها في فترة زمنية من الوقت معلومة معروفة، قدروا يعرفون انه في احتياج لمثلا تعديل معين على التخطيط في هذا المكان. يقدرون يعرفون زي ما قلت هل يحتاج هذا المكان إلى على بناء على التخطيط السكاني على مستشفى على مدرسة على عيادة ممكن على محطة وغيرها من الأشياء. في أبليكيشنز كمان تفيد الجوفرمنت، فالجوفرمنت لها أشياء كثيرة تقدر تستفيد منها، منها وأكثرها أهمية اللي هي حل مشكلة الفقر أو التقليل من الفقر. ففي كثير من الدول ينتشر فيها الفقر، فممكن باستخدام البيج داتا وباستخدام البيانات الضخمة اللي ممكن تقدر توصل لها الحكومات بسهولة إنها تحل مشكلة الفقر، بإنها مثلا تعرف اللي هي إيش الأشياء اللي يحتاجونها الحي المعين هذا، مثلا الحي هذا والله يعانون من مثلا غلاء المعيشة في شو اسمه مثلا الشقق، ممكن إنه مفروض مثلا بيوت أو شقق تكون مناسبة مع الناس اللي عايشين في هذه المنطقة. هذه بالنسبة للأبليكيشنز، فيه كثير من الأبليكيشنز للبيك داتا، لكن هذه الأربعة اللي هي أكثر شيء شدني منها اللي هي الهيلث كير والميديا انترتينمنت والإنترنت اوف ثينجز والجوفرمنت. تمام، ننتقل للشيء الثاني اللي هي البنفيتس. ايش هي فوائد البيج داتا؟ ليش ايش هي فائدتها؟ ليش انا اجمعها؟ ليش انا اعالجها؟ ليش انا اصرف عليها علشان اعالجها واحلل البيانات اللي انا قاعده تجيني منها؟ اول حاجه انها cuts the cost، ف البيانات اللي انا تجيني ممكن فيها احصائيه طلعت إنه بالنسبة للبزنسز خفضت من الكوست اللي هم يدفعونها ب 15%، هذه كمية هائلة يعني من الأموال اللي كانت تصرف. ساعدتهم البيك داتا في إنها تخفض من التكاليف اللي كانت تدفعها هذه الشركة. الشيء الثاني اللي هي increases efficiency، في هذه أشياء تزيد من كفاءة من كفاءة وأداء الشركة. مثلا زمان كان لما يحتاج يعرف معلومة عن شيء معين أو حاجة كان لازم عن أو مثلا عن مستخدمينهم في مكان معين كان لازم واحد يسافر إلى منطقة معينة، وكان لازم
لكن الحين يقدر يعرفها على طول باستخدام البيانات الضخمة اللي تجيهم للشركة حقتهم ويعالجها على طول ويعرف البيانات اللي هو كان يبغى يعرفها. مثلا ممكن في أشياء ممكن نستخدمها تؤدي من كفاءة، زي إيش؟ زي اللي هي جوجل مابس، جوجل إيرث، هذه الأشياء كلها تؤدي إلى زيادة الكفاءة. طيب improves pricing. البيج داتا لما تجيك تقدر تعرف انت وين موقعك، وين كنت، وكيف صرت، والى وين تبغى توصل. فوين كنت مثلا، كنت انت مثلا في مكان معين وتبغى تطور من شيء، مثلا خلينا نقول التسويق، طورت منه فزادت انتاجيتك، فانت الان في المنتصف، تبغى تطور من حاجة معينة، لكن انت ما تعرف ايش هي. بناء على البيانات اللي انت توصلك وعلى البيانات اللي انت عالجتها تقدر تعرف ايش هي الجوانب اللي انت تقدر تعرفها علشان تطور منها، وهذا الشيء يزيد من اللي هي improves pricing of the company overall، وتزيد من إنتاجيتك، وإذا زادت الإنتاجية يزيد حجم الكومباني بشكل عام. طيب الشيء الثالث اللي هو compete with big businesses. خلونا نفترض مثلا إنه في شركة حاليا ما زالت تعتمد اللي هي التقنيات القديمة، اللي هي تخزين البيانات في أوراق، اللي هي ما عندهم مثلا موقع، ما عندهم مثلا خلينا نقول بيانات التواصل الاجتماعي، أو فهذه الشركة كيف تقدر تكبر، وكيف تقدر، لأنها هي أصلا ما هي مواكبة مع التطورات الحالية اللي موجودة في الوقت الحالي. لازم عليها إنها تطبق أشياء معينة علشان تقدر تتنافس مع الشركات الكبيرة الثانية باستخدام الأدوات اللي تستخدمها البيانات الكبيرة، طبعا بالتدريج، لكن السالفة إنها لازم تواكب التطورات. ومن هذه التطورات اللي لازم يتم تطبيقها اللي هي معالجة البيك داتا، معالجة أنت وين كنت، وين رحت، كيف تقدمت، إيش الأشياء اللي عملائك يبغونها، إيش الأشياء اللي ممكن تحسنها علشان عملائك يسوونها. هذا الشيء خليك تقدر تتنافس مع شركات كبرى معاك في نفس النطاق. الشيء الثاني اللي هو الريسكس. الريسكس يعني من الأشياء اللي لازم الواحد ينتبه لها ولازم يعرفها علشان ما تتفاقم عليها يعني مخاطر ثانية كثيرة. من أولها اللي هي السكيورتي. تمام، السكيورتي اللي هو عبارة عن حماية البيانات للمستخدمين، اللي هي البيانات اللي توصلهم. أنت لما تكون شركة كبيرة وتكون عندك بيانات ضخمة كثيرة، وتكون عندك بيانات جدا مهمة، بيانات ممكن تقولين تسجيل الدخول وغيرها من البيانات اللي هي تكون مهمة جدا للمستخدم، تصير وجهة للهاكرز وتصير وجهة للمخترقين. هذا الشيء لازم تنتبه له. هذا الشيء لازم تنتبه له، لازم تعير انتباهك، لازم تحفز السكيورتي اللي موجودة عندك. لازم ما تتيح لأي أحد أو unauthorized people from accessing يعني your big data، لأن هذا الشيء يعني الداتا هي كنز في عالم البزنس. لو ممكن في ناس أصلا تتاجر في هذه البيانات، لكن أنت كشركة تكون عندك بيانات لازم تحافظ عليها، لأنه ممكن شخص ثاني لو حصل عليها تفقد عملائك، تفقد مصداقيتك.
ممكن كمان الشركة هذيك ترتفع وتزيد عنك وانت تطيح مبيعاتك. كل هذا الشيء يعتمد على السكيورتي، لازم تنتبه للسكيورتي اللي انت موجود عندك. الشيء الثاني هو البرايفسي. طبعا في فرق كبير بين السكيورتي والبرايفسي، اذا تعرفون او في احد يعرف الفرق يقدر يكتب ايش الفرق بينهم. تمام، هو في فرق كبير بينهم. السكيورتي تعتمد على كيفية حماية البيانات اللي أنا موجودة عندي، لكن البرايفسي هي عبارة عن كيفية استخدام البيانات. فأنا عندي personal information، كيف الانفورميشن هذه أنا بروح أستخدمها، في إيش بستخدمها. أوكي صح عليك أسمع. فالبيانات هذه اللي البرايفسي هي عبارة عن إيش هي البيانات اللي أنا بأخذها، إيش كميتها، ليش أنا بأخذها، في إيش بأستخدمها. فأصلاً هذا الشيء يضر فيني لو إني مثلاً أخذت بيانات ولا أنا عارف في إيش قاعد أستخدمها، ماني عارف في إيش أبغاها. فلازم أنا أعرف إيش هي البيانات، إيش أبغى أستخدمها فيه، وأحمي هذه البيانات، ما أسمح لأي أحد إنه يدخل عليها. يعني unauthorized people cannot enter the this information. confidential information هذه تعتبر بالنسبة لل company، هذه تعتبر treasure، كنز لل company. ما حد يشارك معلوماته بالعملاء ومع أي أحد ثاني، ويحاولون قدر المستطاع أنهم ما يسمحون لأي أحد من الدخول إلى هذه المعلومات. النقطة الثانية هي باد داتا. زي ما قلت، في كمية كبيرة من البيانات اللي أنا ممكن توصل لي، الكمية هذه كبيرة جدا لدرجة أن ممكن بعض منها يكون غير صحيح، وممكن تكون أصلا ما لها صلة في الموضوع اللي أنا قاعد أبحث عنه، ولا لها دخل في الموضوع اللي أنا أبغى أطوره. ممكن أصلاً البيانات هذه من شدة لأن أغلبها تكون unstructured data، فيكون صعب على علينا إن إحنا نحللها ونعالجها. ف ممكن كمان إني أنا أوصل لمرحلة إني أنا ما أقدر أعالج هذه البيانات، فأضطر إني أنا أتخلى عنها. هذا الشيء ممكن ياخذ وقت، ممكن ياخذ نفقات عالية، ممكن يأخذ كمية كبيرة من الناس علشان تقدر تعالجها. فأنا أحاول إني أنا I filter my data، أعرف إيش هو الشيء المفيد منها، إيش اللي أنا أبغاه، إيش اللي أنا ما أحتاجه، ما أخلي عندي فائض من المعلومات. الهدف من البيانات مش تخزينها، وإنما معالجتها، كشف الأنماط، تحليلها. يعني البيانات التحليلات المستخرجة من البيانات هي أكثر أهمية من كمية البيانات اللي أنا بستخدمها، من كمية البيانات اللي أنا بخزنها. آخر شيء هو الكوست. فالكوست صح إنها تقلل من، أقصد البيج داتا قلنا في البداية إنها تقلل من النفقات، لكن فيه نفقات ثانية تطلع زيادة مع استخدام البيج داتا، اللي هي مثلا ممكن تكون الداتا كوليكشن، الاجريجيشن، ستورج، اناليسس، ممكن الريبورتس اللي انا اطلعها، الكوست اللي كمان قلت انا مرتبطه تكون بالسكيورتي والبرايفسي. هذه كلها نفقات زياده ما كانت موجوده عند الشركه، لكن اذا ادرتها بشكل مناسب وادرتها وحطيت لها خطه، ان شاء الله ما راح يعني تكون مشكله. لكن في ناس كثير يطيحون في هذا الموضوع، موضوع الكوست يزيد عندهم بشكل هائل، علشان بسبب يعني ممكن خلينا نقول مثلا سوء. فهذا هو الشيء. خلصنا الحين البيج داتا، تكلمنا عن ايش هو تعريف البيج داتا، ايش هي الابلكيشنز اللي انا استخدمت فيها البيج داتا، ايش هي الكاركترستكس للبيج داتا،
ايش هو ال types of big data، ايش الريسكس والبنفيتس حقتها. خلونا ناخذ الحين عشان بننتقل للموضوع الثاني، وما ابغاكم تلخبطون، بريك مثلا كذا 5 دقائق ونرجع نكمل مع الموضوع الثاني. جدين نكمل. اوكي، الموضوع الثاني اللي بنتكلم عليه اللي هو الداتا اناليسس. الداتا اناليسس كمان من المواضيع اللي في ناس كثير تلخبط بينها وتفرق، ما تعرف تفرق مثلا ممكن بين البيج داتا، الداتا اناليسس، الداتا اناليسس والداتا اناليتيك كمان شيء مختلف تماما عن بعض، وداتا ساينس. فتعريف الداتا اناليسس هو it is a process of inspecting, cleansing, transforming, modeling the data with the goal of discovering useful information. اللي هي ممكن كمان informing conclusions and supporting decision making. يعني أني أنا الهدف من الداتا analysis هي أني أنا أفهمها، أحللها، أغير منها، أغير من طريقة تخزينها، بهدف أني أعرف إيش هي المعلومات المهمة من هذه البيانات، أقدر أطلع منها تحليلات نهائية أقدر أستخدمها في اللي هي شو اسمه في decision making، اتخاذ القرارات، أقدر أتخذ قرار بناء على البيانات اللي أنا حللتها وسويت لها data analysis. معليش سوري. تمام، ففي مقولة لبيتر بيتر تقول إنه information is the oil of the 21st century and the analytics is the composition engine. الداتا هي عبارة عن شيء مهم جدا، لكن إيش هو الشيء اللي يحركها؟ إيش هو الشيء اللي يخليني أقدر أستخدم هذه البيانات؟ إيش هو الشيء اللي يخليني أقدر أتعامل معها، أطلع منها conclusions، أفهمها، أحللها، أقدر أتخذ قرارات بناء على هذه البيانات اللي هي الداتا analysis. طيب، ما أتوقع اليوم بيمدينا نتكلم على الداتا أناليسس كاملة، فبقسمها لليوم وبكرة مع الداتا ساينس. فاليوم بس بنتكلم عن اللي هي الداتا أناليسس بروسيس. الداتا أناليسس لما تجيني أنا داتا، كيف إيش هي الطريقة أو إيش هي الخطوات اللي أنا لازم أتبعها علشان أحلل هذه البيانات بحيث إني أقدر أستخرج منها معلومات صحيحة وكاملة أقدر أعتمد عليها بعدين يعني في المستقبل. تمام، أول نقطة هي define. define معناتها أني أنا أعرف وأسأل الأسئلة المهمة اللي أنا أبغى أعرفها. مثلا ما ينفع أني أنا أبدأ على طول في التحليل وأبدأ على طول من دون ما أنا أحدد أنا إيش أبغى من البيانات في النهاية. ممكن يكون مثلا أنا أحتاج أعرف كمية المبيعات في كل منطقة، بناء على هذه المبيعات اللي أنا عرفتها أقدر أعرف إيش الأشياء اللي ممكن أزيد إنتاجها في أماكن معينة عن غيرها. عشان كذا دائما تلاقون مثلا المودلز والمبيعات اللي موجودة مثلا في السعودية تختلف عن اللي موجودة في اليابان، مع أنها نفس الشركة، لكن تلاقينا المنتجات اللي تنباع عندنا لها مواصفات مختلفة عن المواصفات اللي موجودة هناك. ليش هذا الشيء مختلف؟ لأنهم بناء على الناس ودراستهم ومعرفة طبيعتهم قدروا يعرفون إيش هي الأشياء اللي يحتاجونها، إيش هي الأشياء اللي بيستفيدون منها بعدين. فأنا في أول خطوة من الداتا أناليسس إني أنا لازم أعرف أفهم إيش هي الأسئلة أو إيش هي الأشياء اللي أنا أبغى أعرفها في نهاية الموضوع. لو أنا ما عرفت في البداية ترى أنا في النهاية ما بوصل للنتيجة، بقعد أدور في دوامة ما بقدر أوصل لنتيجة نهائية مطلقا يعني. الشيء الثاني اللي هو collect. تمام، collect تعتمد على أكثر من شغلة، منها اللي هي
منها اللي هي اني انا اسوي gather للانفورميشن، اسوي مانج لهذا الانفورميشن او الداتا، اعرف ايش هي البيانات، انظمها، اسوي لها organization of the data، ومثلا اقسمها، اعرف كل قسم عبارة عن ايش، ايش البيانات هذه، هل هي متناسقة مع الكوستشنز اللي أنا سألتها أو لا. هذه عبارة عن كلك، فأني أجمع البيانات، أجمعها، أخذها، أسوي لها مانجينج، أورجنايزينج، تحليلها، تقسيمها إلى أجزاء إذا لزم الأمر يعني. النقطة الثانية الثالثة اللي هي cleaning the data. ممكن أنا بعد ما سويت كولكشن للداتا وسويت لها مانجينج وسويت لها اورجنايزيشن، عندي بعض البيانات اللي انا ما احتاجها، فهذه اسوي لها ديسكارد، خلاص انا ما احتاج هذه البيانات، ما احتاج انها تكون عندي موجوده وتلخبطني وتخربط علي شغلي، ما لها داعي. اتاكد من ان هذه البيانات كمان ايرور فري، ما فيها اخطاء مطبعيه، ما في مثلا بيانات موجودة في غير مكانها. خلينا نفترض مثلا أني أنا عندي مثلا شركة سيارات، والسيارات هذه، شركة السيارات هذه لازم أعرف إيش هي المودلز اللي تنباع وإيش الكمية حقتها. فمثلا أتأكد من أنه البيانات اللي أني موجودة انباعت في منطقة معينة ما تختلط مع المنطقة الثانية، لأن بناء على هذه المعلومات أنا أسوي تخطيطات وبأقرر قرارات في المستقبل، لازم أتأكد من أنها error free، ما فيها أي خطأ، كاملة صحيحة. بيانات اللي أنا ما أحتاجها ما أخليها موجودة، أشيلها، ما لها داعي. إيش معنى analyzing؟ تسمعوني؟ لأنه شكله انقطع النت. النقطة الرابعة اللي هي تمام، الـ analyzing this data معناتها أني أنا أحللها، فهنا أقدر أستخرج منها الـ أنا أول هنا بعد ما أنا سويت لها define و collect و clean صارت عندي مجموعة من البيانات، لكن أنا ماني عارفة، ممكن تكون البيانات واضحة معروفة عندي إن هذا مثلا السيارة الفلانية انباع منها كذا قطعة خلال كذا، لكن أنا هذه البيانات إيش المعنى منها؟ إيش إيش المقصود منها؟ إيش ممكن أني أنا أضيف عليها؟ إيش ممكن أني أنا أستخرج منها؟ فممكن أقول مثلا analyzing the data is manipulating the database، أقصد manipulating the data set. ممكن كمان أقدر أستخرج معلومات زيادة عن المعلومات اللي أنا طلعتها، مثلاً المبيعات اللي انباعت خلال السنة كاملة بدل خلال الشهر، نسبة الضريبة، نسبة الأرباح، نسبة الخسائر اللي أنا طلعتها. هذه هي الفائدة من الداتا أناليسس، هذا هو فيها، إنك أنت لما تشوفها تعرف الخطأ وين في الداتا، يكون عندك جدول جدولين ثلاثة، من بين هذه الثلاثة تقدر تعرف فين المشكلة، فين الخلل، بناء على هذا الخلل تقدر ترسم خطة علشان تقدر تشتغل عليها وتحسن من الخلل هذا اللي موجود فيها. يعني البيانات بحد ذاتها ما فيها خطأ، البيانات بحد ذاتها صحيحة، ما فيها أي خطأ، كاملة، مكتملة، نظيفة، error free، لكن في خطأ في إنه مثلا المبيعات هنا ناقصة. ليش المبيعات
ناقصة، تبدأ الحين أنت تسوي analyzing that. أنا اللي هو analysis، لكن يعني إنه تعرف إن هنا في مشكلة، تعرف إن هنا لازم أحط خطة لتحسين هذا الموضوع، لا الموضوع هنا ماشي تمام زي كذا. الشيء الأخير اللي هو الفيجن. الآن أنا حددت إيش هي الأسئلة وإيش هي الأشياء اللي أنا بعرفها عن الداتا، جمعت البيانات، نظفتها، تأكدت إنها فيجوال، إنها إيرور فري، وبعدين سويت أنالايزنج للداتا، قسمتها لداتا سيتس، وعرفت فين المشاكل وإيش كذا. الآن لازم أسوي فيجواليزيشن للداتا، معناته إني أنا لازم I present my data in a pictorial form، معناته إني أنا لازم أوضح وأعرض الداتا بطريقة إنه لما الواحد يشوفها يعرف إيش المشكلة على طول. يعني مو شرط إنه داتا أنالتيك يشوفها ويعرف إيش الخلل فيها على طول. دائما لو تلاحظون في الاجتماعات وزي كذا دائما يكون في داتا أناليسس موجود، لأنه يعرف إيش هي المشكلة بالنسبة للبيانات، اللي يخزن البيانات واللي يعرفها ويفهمها ويحللها يكون عنده كنز، يكون عنده قدرة على إنه يعرف المشاكل اللي هو فيها حاليا، إيش المشاكل اللي ممكن تطلع له في المستقبل، إيش هي المشاكل اللي عنده زمان. فيقدر الآن نقول إنه هو سوى عملية الداتا أناليسس، حلل البيانات، جمعها، عرف إيش هي المشاكل اللي موجودة فيها، سوى فيجواليزيشن للداتا، بريزنت للداتا in a meaningful way. في بعضهم لما يجي يعرض لك البيانات تقولين إيش هذا، أنا ماني فاهمة كيف تعرضها لي زي كذا، أنا ما عارف، ماني عارف إيش المشكلة. فهذه هي الداتا أناليسس بروسيس. إلى هنا أقدر أقول لكم إن خلصنا الجزء الأول الحمد لله. إذا عندكم أي أسئلة تبغون تسألونها اسألوها في الشات، وإن شاء الله أكون قادرة على إني أجاوب عليكم فيها. طبعا شكر خاص لل for our sponsor اللي هو Art Attack، تلاقون اللي هي تويتر والإنستا حقهم موجود هنا. يعطيكم العافية. إذا عندكم أسئلة أو أي شيء تقدرون تكتبونها في الشات. بالنسبة لشهادات الحضور وكذا، أرسل الرابط في الشات في تويتر الجامعة. لازم تعرفون إنه لازم تسجلون في عن طريق لطلاب الجامعة يعني. أرسلت لكم اللي هي تويتر، لازم تدخلون تشوفون طريقة التسجيل وتسجلون فيها، لأنه ولازم تسجلون على اليومين، لأنه لازم لو تحضرون اليومين علشان تقدرون تأخذون شهادة الحضور.